السلام عليكم وشكرا على الحضور ديالكم، حضور مهم اللي كيكبر كيكبر واحد الممثله اللي هي قديره من الوجوه من الرواد الكبار اللي بسمو الصحه الفنيه. ما كاينش اللي ما كيعقلش على لالا زهور المعمري الممثله اللي كانت حاضره في المسرح في السينما في التلفازه، كذلك كنعقل عليها انا في قسم الاذاعه يعني في التمثيل يعني المسلسلات الاذاعيه اللي كيسمعوا عليها المستمعين دائما على اذاعه الراديو. مع الاسف انا اخر لقاء كان عندي مع هذه الفنانه هذا كان قبل ما تمرض، كان عندها عمل، كانت هي ديك الساعه كدير الانتاج في التلفازه وعيطات لي في واحد العمل مسلسل مغربي ولكن ما كتبش، جا المرض الزهايمر كما كتعرفوا وغبرات علينا. انا كنقول الموت ماشي كيغيب، الغياب الحقيقي هو اللي كان ملي كانت هي مريضه وما كناش كنشوفوها، غابت على الصحه غابت على الاعمال. لله ما اعطى ولله ما اخذ. الاهم اللي بغيت المستمعين يعرفوا بانها السيده هذه انسانه كبيره بقلب كبير، ممثله شعبيه ومعمري ما نسالها. انا كنت من خريجين المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي واحتضنتني بكرم، مع ان بديك الوقيته الناس ما كانوش ما عليناش، المهم من الناس اللي شجعوا الخريجين المعهد العالي المسرحي الله يرحمها الله يوسع عليها. زهور المعمري معروفه بمجموعه من المسلسلات، وانا كنتفكر عاوتاني في هذه اللحظه هذه مسلسل الساس اللي كان صورته في قنيطره مع المرحوم ممثل قنيطري العربي الساسي، مسلسل المجهول، يعني عندها واحد المجموعه ديال الاعمال اللي تبارك الله هي غنيه على التعريف، الله يرحمها الله يوسع عليها. نتمنى الذكرى ديال زهور المعمري تبقى خالده في اسم قاعه مسرحيه او في اسم شارع، اي حاجه اللي تخلينا دائما نتفكروا، او للاجيال احنا عاقلين عليها ولكن بغينا الاجيال ديالنا يشوفوها يشوفوا اسمها مكتوب في شي بلاصه ويقولوا اه هذه رائده من رواد الفن المغربي الاصيل. الله يرحمها وعزاؤنا واحد وعزاؤنا لكل المغاربه.